عن الكوليرا وبعد الإعلان عن ظهورها في بعض ولايات الوطن والاشتباه في المياه كونها المتسبب في عودة الداء، أقبل المواطنون وبكثرة على المياه المعدنية، الأمر الذي خلق ندرة مفاجئة. نادية زعيد في هذا التقرير. عودة وباء الكوليرا للجزائر أدخل المواطنين في متاهات، سيما مع الاشتباه في تلوث مياه الحنفيات وكونها وراء عودة الوباء. الجزائريون لجأوا للمياه المعدنية خوفا من الداء، على الرغم من أن الجهات الوصية لم تؤكد بعد أن المياه هي السبب في انتشار الكوليرا في عدة ولايات من الوطن. مش هذه المتاهة سعيدة، والمتاهة سعيدة راني نشرب فيها حتى الآن. خير من السبيطار هكذا، لازم انسان يبيتي هاك باسكو كاين الكوليرا ولا اخر كذا، يا بريفينا نشرو الماء. فما الماء ناقص، كل ما مول تحت كاع ما كاش كذا، والله احتاجينا لهنا باش كاين. جينا نشرو الماء خاطرش الماء تاعنا مسخ، نخرج منه المسخ. نشرو الماء خاطرش الماء يجي مسخ، وكاين بزاف اللي راهم يمرضون. الماء تاع البلاد انا خاف منه. parce que des fois la tuyauterie est mieux, des fois ça dépend. Mais je prends de la saïda, je prends de la saïda. Je suis habitué à prendre ça, je suis arrivé. إقبال كبير للمواطنين على المياه المعدنية بشكل غير مسبوق تسبب في ندرة غير متوقعة في المحلات التجارية، خصوصا وأن الأغلبية يقومون بتخزينه خوفا من نفاده. الماء سعيدة كان كاين، سمعوا الناس في التلفزيون خبر الماء خلاص داوه كاع. والله صدقيني غير كانت الصباح كانت الموجودة المياه. الجزائري هو ملهوف، انا الجزائريه حوس مصدر تاع المياه خاف، راح شري مياه بدا يشرف لي فرطو تاع الماء ويخبي فيه. شنو الافير تاع الماء هذا؟ هذا افير نتاع كاش خضر، واش يعني انا يعني واش نقول دلاع. بعض اصحاب المحلات ضعفوا من كميات المياه المعدنيه تحسبا للاقبال الكبير للزبائن. فرنيسير ديالي هو اللي جاب لي السلعه، وما جاب ليش اليوم حتى الغدو باش يشربوا الناس. انا البارح حطيت واقيلا 200 ل 300 فرد وراحت. دقيقه طبطب الصغير ولا يحوسوا عليه. كي صغير كي كبير. وبالجمعه ماشي موالفين يخدموا. ماشي موالفين ليفري لي بالجمعه، كاع ليفري لي غير بالسبت، قبل بزاف. الجزائريون ومع الاعلان عن وباء الكوليرا لا زالوا تحت تاثير الصدمه، سيما وان اسباب عوده الوباء لا زالت مجهوله.